حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. مشاهدينا الكرام، نذكركم مجددا أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، والاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال لديهم على التردد الجديد. الآن نبدأ بأوائل المقاطع التي تداولها نشطاء عراقيون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والبداية بمقطع يبين تظاهرة حاشدة لموظفي عقود وأجور وزارة الكهرباء. هذه المظاهرة كانت قرب مقر رئاسة الوزراء في بغداد تأكيداً لمطلب تثبيتهم على بند الملاك الدائم. نتابع المقطع ومن ثم لنا تعليق عليه. في هذا السياق طبعا غرد العديد من النشطاء العراقيين على وسم انتفاضة مهندسي العراق تضامنا مع خريجي كليات الهندسة المتظاهرين احتجاجا على التسويف الحكومي وعدم الاستجابة إلى مطالبهم بالتعيين. دعونا نذهب وإياكم إلى قراءة في أبرز التغريدات التي جاءت تعليقا على الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل. إنجنورا تكتب: سيبقى المهندس مستمرا في مسيرته ليحصد سنين تعبه ويحقق حلمه ويرجع له حقه. أما رغد فكتبت: لا مكان لليأس وللاستسلام فينا، مهما واجهنا سنكون رمزا للصبر والأمل، نحن رسمنا طريقنا وسنكمله وصولا لغايتنا. إلى تغريدة ثالثة نذهب وإياكم، وكتبتها فاتن تقول: لا يبحثون سوى عن إنصاف هويتهم الهندسية في بلاد الخيرات، المهندسين بكافة الاختصاص ينتفضون للمطالبة بحقوقهم. الآن إلى تغريدة الأخيرة، ونقرأ فيها وإياكم ما كتبه علي محمد الذي يقول: حقوق المهندس لن تذهب سدى، أنصفوا مهندسي العراق. الآن نذهب وإياكم إلى مقطع آخر يبين التظاهرات لخريجي العلوم والحسابات المطالبين بإنصافهم والتعيين أسوة بباقي التخصصات، وأنهم لا يقلون أهمية عن الطب والهندسة بسبب حاجة اليد العاملة وحاجة البلد بشكل عام لطاقتهم. نتابع المقطع ومن ثم لنا تعليق. مشاهدينا الكرام، في إطار هذا المقطع الذي تابعناه معا، غرد العديد من الناشطين العراقيين على منصة تويتر من خلال وسم إلكتروني يحمل عنوان أقسام العلوم المهمشة، تعبيرا عن رفضهم القاطع للتهميش الحكومي لخريجي كليات العلوم. دعونا الآن نقرأ مجموعة من التغريدات التي جاءت ردا على الفيديو الذي شاهدناها. ريهام تكتب: أقسام العلوم المهمشة لن يركعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد.
أما ألاء فكتبت أقسام علوم الرياضيات والحاسبات من الأقسام العلمية الرصينة والمشبعة بالطاقات الشبابية التي يجب الاستفادة منها وليس تهميشها وجعلها كليات ساندة، بل يجب أن تكون كليات أساسية أسوة ببقية الدول التي تكون فيها هذه الأقسام أساسية. إلى تغريدة جديدة نذهب إياكم وكتبها أركان. يقول أركان: أنصفونا أو تغلق كلياتنا. علوم الرياضيات والحاسبات أقسام مهمة ولا تجد من ينصفها ويقدر خريجيها. إلى التغريدة الأخيرة نذهب إياكم وكتبتها أم مهدي. تقول أم مهدي: نطالب بالتعيين المركزي أسوة بالشهادات الطبية، أعدادنا لا تضاهيهم وعلمنا لا يقل عنهم، والوطن يحتاجنا كما يحتاجهم. الآن نذهب إلى مقطع مصور آخر أيضا لقى صدى واسعا من خلال تداوله عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي واهتمام الكثير من الناشطين العراقيين فيه. المقطع لوالدة الناشط العراقي سجاد وهي في مدينة الناصرية. طبعا سجاد العراقي مختطف من قبل الميليشيات، حيث ناشدت والدته الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ ابنها، كما تؤكد استمرار صوت الحق مهما استمر استهداف الناشطين الذين لا يزالون محافظين على فكرة المضي قدما في تظاهرات ثورة تشرين. نتابع المقطع ومن ثم نذهب إلى قراءة في التعليقات. وأنا قلب أم، قلب أم يا ناس، والله خطر قلبي، عين عيوني عمل. أقول بصراحة ما مسوي شيء، وإذا يموت سجاد يطلع 100,000 سجاد غيره يا ناس يا عالم، افهموا، ما مسوي شيء، لا يعرف شيء السلاح. تعالوا للمنطقة وسألوا، إذا بي سجاد أي شيء ألقي لكم فوق المنطقة. روح الأصدقاء، روح للكلية اللي كان بيها، كل الناس تحبه، أخلاقه عالية، أسلوبه حلو ويا العالم، يساعد العالم، قلبه طيب، ما عنده أي شيء، ما عنده أي شيء. هسا أنا ما له علاقة لو أمه، لو أقول إن هذا الشيء عليه وهذا مو شيء مو عليه، بس ما مسوي شيء، يحق للناس تخطفه. واليوم خامس، اليوم خامس، يعني خطفته ساعة ساعتين ثلاثة، بس اليوم خامس. الأم تطالب بإطلاق سراح ابنها وللأسف لم تقدم أي جهة مسؤولة أي كلمة تروي ظمأ هذه الأم الحزينة. الآن نقرأ وإياكم أبرز التعليقات والتغريدات التي جاءت تعقيبا على هذا المقطع المصور. أبو نور يكتب: الله فرج عنا وعن كل مخطوف، وأسأل الله أن يستجيب دعوة الأم وينتقم من كل ظلم أو من كل ظالم ولسانه. إلى سهر أو سهرة التي كتبت: أطلقوا سراح سجاد فورا. الآن على فيسبوك أيضا معنا تعليق أو منشور جديد لخليل الذي كتب: أدري سجاد قابل ناهب مليارات، ويضع علامات استفهام. إلى هشام الذي كتب: بلد بيد العمايم والعقال، وتخيل مستقبله. بعد هذا نذهب وإياكم إلى آخر المقاطع في فقرة المقاطع المتداولة، وهو مقطع يبين شهادة الإعلامي أحمد الفخوري وهو يتحدث عن مهارة الطبيب العراقي في مستشفيات الغرب، وكيف أن العراقيين الذين يعملون في مستشفيات خارج العراق كيف أنهم يتميزون في عملهم ويكونون قدوة ومثالا يحتذى. المقطع الذي سنشاهده وإياكم يشير إلى إهمال الحكومات المتعاقبة والاستهداف المستمر. هذا الاستهداف تتعرض له شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي، ألا وهي العقول المنتجة، العقول المبدعة، التي حينما تقابل بإهمال حكومي شديد لا تجد مناصا أمامها هذه العقول إلا الهجرة. نتابع ومن ثم نعود. الطبيب الإنجليزي الذي كان مشرفا علي في قسم التصوير الطبقي المحوري قال لي: أنت محظوظ لأن الطبيب الذي سيشرف عليك الاستشاري الكبير في القسم هو من أفضل الأطباء في لندن. كم لدينا من القامات ومن العلم الذي يستفيد منه كل بلاد الغرب، لكن للأسف بلادنا لا ترعى هذه الخامات،
لا ترعى هذه العقول، فيضطر أحدهم للهجرة والعمل في بريطانيا. الآن إلى قراءة في التعليقات التي وردت على هذا المقطع الذي شاهدناه. نذهب وإياكم إلى تعليقات في فيسبوك. عمار يكتب: البركة بحكامنا الأبطال الذين أفرغوا العراق من الكفاءات الوطنية والطبية والفنية والرياضية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إلى تعليق جديد، ماجد الفتلاوي يكتب: العقول العراقية خدمت العالم أجمع، ولكن لا تستطيع أن تخدم بلدها لأنهم لا يأمنون العيش فيه مع الأسف الشديد. الآن إلى منشور جديد أو تعليق جديد. أبو مصطفى العقيلي يكتب: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خيرنا لغيرنا. إلى التعليق الأخير الآن، علي الأمير يكتب: مع الأسف شهاداتنا العالية يستفاد منها في الغرب بسبب العصابات التي تحكم. كانت هذه إطلالة سريعة على أبرز ردود الفعل من الشباب العراقي الغاضب على فكرة هجرة العقول التي يجبر عليها الشباب العراقي بسبب الإهمال الحكومي المتواصل وإنكار حق الشباب بالحصول على فرصهم التي يستحقونها في ما يفترض أنه وطنهم، فيضطرون إلى الهجرة. الآن نذهب إلى الفقرة التالية. في فقرة أنت ترى، وجاء عبر هذه الخدمة مقطع يوضح شكوى من مدير ماء الإسكندرية في بابل الذي تم إعفاؤه من منصبه دون علم من مدير الناحية ودائرته كذلك، حيث جاء الإعفاء بناء على تدخل مباشر من أحد السياسيين في المحافظة. بالأمر الإداري مع المداولة سويت كتاب من محافظة بابل ووديته الى مديريتي. مديريتي تقول لي انت لازم تروح، الا يجينا تليفون من هذا السياسي الا نرجعك. فاحنا وين نروح؟ المن الناشط؟ اذا تكون الدوله دون استحقاق او دون انه هذا الشخص مستحق هذا المنصب وتدخلات سياسيه انه يجي هذا صحول السياسي او هذا البرلماني باخراج هذا الانسان، فما اعرف يعني شنو اللي راح يكون، شنو الحامي للمهندس. وصلنا وإياكم الآن إلى فقرة خبر مزيف، حيث انتشر على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع مصور ومرفق بخبر مفاده نزول وانتشار عشائر العساكر في منطقة سيد دخيل في ذي قار. تعالوا نتابع. طبعا هذه المعلومة خاطئة. طبعا هذه المعلومة خاطئة وإن كان الفيديو صحيح، أما المعلومة الصحيحة فتقول إن الفيديو منشور على منصة اليوتيوب في عام 2019 وبعنوان عشائر الناصرية المسلحة تخرج من أجل حماية المتظاهرين. علينا أن نتحرى الدقة كمتعاملين مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك كانت هذه الفقرة من خلال برنامج تواصل دوت كوم حتى نكشف الأخبار المزيفة ونوضح الحقيقة. إذن المقطع الذي شاهدناه قبل قليل لم يكن كما قيل إنها عشائر نزلت حتى تواجه المتظاهرين، وإنما هي عشائر نزلت حتى تحميهم، ولكنه حصل قديما ولم يحصل الآن.
ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية. يواصل ناشطو ثورة تشرين إذن التحشيد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لانطلاق موجة ثورة تشرين الجديدة خلال الشهر القادم بتزامن مع ذكرى انطلاقتها الأولى، ومن بين هذه الهاشتاغات كان هاشتاغ الغيرة تفزع بتشرين، في إشارة إلى إصرار المتظاهرين على المضي قدما من أجل تحقيق المطالب والأهداف التي خرجوا من أجلها في اليوم الأول من أيام ثورة تشرين. تعالوا الآن نقرأ وإياكم التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاغ الغيرة تفزع بتشرين. قراءة في التغريدات. التغريدة الأولى لمنارة التي كتبت: الميليشيات والأحزاب والعشائر يمتلكون القوة والسلاح والسلطة والدعم من إيران، لكن رعبهم سجاد وكل ثائر ما يمتلك غير كلمته أو كلمته الحرة وحب العراق. إلى تغريدة ثانية من طيبة تكتب: لا تراجع عن الثورة ولا تفاوض على دماء الشهداء، لنا عودة أقوى في تشرين. الآن إلى التغريدة الثالثة وهي لحوراء التي كتبت: ومن مثلنا نحن العراقيون، نسقي أرضنا من دمنا فتطلب المزيد، ومن يطلب من العراقيين يعرف بأنهم لا يبخلون. الغيرة تفزع بتشرين. إلى التغريدة الأخيرة وكتبها يعقوب محمد، يقول يعقوب: لازم ترجع الثورة، هم ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، ونحن وفاء لدماء الشهداء مستمرون لا تخلي دمهم يروح ببلاش. كتبها بالدارجة العراقية طبعا: لا تخلي دمهم يروح ببلاش، ثورتنا مستمرة حتى النصر. الغيرة تفزع تشرين. كان هذا هو الوسم الإلكتروني أو الهاشتاغ الذي غرد عليه الكثير من النشطاء العراقيين الذين حفزوا وحشدوا ولا يزالون من أجل خروج الشارع العراقي في مختلف المحافظات والمشاركة في الموجة القادمة من ثورة تشرين. الآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة المقاطع المنوعة. في المقطع الأول معنا مواطن عراقي كفيف يكافح من أجل تحقيق أهدافه والتميز بالمجتمع. هذا المواطن يعمل ميكانيكيا للسيارات بعد أن اكتسب هذه الحرفة عن والده، كذلك استطاع أن يتميز أيضا في مجال الدراسة في مشهد يبين إصرار وعزيمة العراقي حتى وإن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة. تعالوا نتابع. منهم اللي اعطاني الثقة العالية وأيدني، ومنهم اللي يعني تعجب واستغرب إلا شاف يلا صدق، ومنهم لحد الان ما مصدق. صرت ميكانيكي يعني من انا صغير، والدي كان يعني يصلح بايده وانا صلحت وياه، فعلمنا هو يعني الصراحه. اللي شجعني ان اكون يعني ميكانيكي حبيت هذه المهنه. كان وانا طفل ان اكون يعني فد شيء مؤثر بالمجتمع وافيد بالمجتمع بنفس الوقت. صراحه هوايه الميكانيك وحب الميكانيك هو اللي وصلني الى مرحله يعني وكملت دراستي. قدرت أنا أحصل على الدبلوم معهد فنون جميلة، وإن شاء الله الطموح أعلى وأكبر ونتقدم إن شاء الله بالدراسة. طلعت
طموحي أن أرتقي بواقع الإعاقة بالعراق. رسالتي إلى كل المجتمع وبأخص الأشخاص ذوي الإعاقة أن لا تنتظر أحد يجيك، أنت بادر، أنت كن المبادر، كن عندك أمل بالحياة. من المؤكد أنكم سمعتم عبارة الإرادة تهزم المستحيل، هذا كان نموذجا حيا يثبت صحة هذه العبارة. الآن إلى فلسطين التي تخلت عن رئاستها للجامعة العربية التي تنعقد في دورتها الحالية، رداً على موقف الجامعة من الدول التي قامت بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني. قررت دولة فلسطين التنازل والتخلي عن حقها في ترأس مجلس الجامعة في دورته الحالية. لا يشرفها أن تشاهد هرولة العرب نحو التطبيع خلال رئاستها، وكون قرار الهرولة قد اتخذ في واشنطن فليس من المجدي بذل المزيد من الجهد في إقناع أحد بعدم التطبيع، خاصة وأنهم ليسوا أصحاب قرار. ظل شيء واحد في الختام، ظل أن نذكركم أعزائنا المشاهدين بأن قناة الرافدين الفضائية صار أو بات لها تردد جديد وهو 10727، والاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من حضراتكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على ترددنا الجديد. نهاية هذه الحلقة من تواصل.com، نتمنى أن تكونوا دائما محفوفين برعاية الله، تقودكم السلامة التامة إلى حيث تتمنون. دمتم وإلى اللقاء.